نروح لخبر مهم عندنا النهارده. طبعا فريق نادي الاهلي مواليد 2001 حصلوا على بطوله دوري الجمهوريه قبل نهايه المسابقه باربع اسابيع كاملين. كان في لقائهم الاخير على قدام المقاولين العرب، فازوا بيه 4-1 تحت قيادة طبعا كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2001. هو معانا دلوقتي على التليفون. مساء الفل عليك كابتن احمد سراج، والف مبروك طبعا. الله يبارك فيك يا شيما، ومتشكر جدا وتمثل. طبعا عايز اسالك في البدايه كده، ايه ابرز بقى المحطات اللي حصلت خلال الموسم الحالي او النسخه الحاليه من دوري الجمهوريه؟ يمكن على الاول بس ببارك للولاد وببارك للناشئين، اول بطوله الحمد لله. بشكر طبعا الاداره وبشكر المسؤولين عنها، رئيس القطاع كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حمد رئيس القطاع وكابتن اكرام لمجهودهم معانا طول الموسم. ويمكن الحمد لله النهارده كمل مجهودنا مع فرقه محترمه، فرقه المقاولين العرب. صحيح. المقاولين النهارده فزنا، يمكن فزنا 3-1 الحمد لله، كل المجهود بتاعنا طول الموسم في البطوله قبلها باربع اسابيع، وده بشكر ده. فزتوا النهارده 3-1 مش 4-1. 3-1. ألف مبروك طبعا الفوز والحصول على بطولة دوري الجمهورية. نرجع نسألك بقى عن أبرز وأهم المحطات اللي كانت موجودة في مشوار الفريق في فوزه بالبطولة في النسخة الحالية. يمكن طبعا احنا فريق طبعا بتعتمد على اللعب الجماعي، يمكن كل مباراة دايما بنعتبرها أول مباراة من أول مباراة لآخر ماتش إن شاء الله. يمكن دايما بنلعب على الفوز، بيعدي زي النادي الاهلي. يمكن الولاد حصل لنا كام دروب في كام ماتش، بس الحمد لله قدرنا نتماسك. ظروف كثيره جدا، يمكن احنا عندنا بنلعب كل ثلاث ايام ماتش، البطوله الوحيده اللي على مستوى الجمهوريه. صحيح. وطبعا ده مجهود شاق جدا على اللعيبه. يمكن الحمد لله قدرت الحمد لله ان انا اجهز اللعيبه كلها يمكن على اعلى مستوى، وقدرنا الحمد لله على اعلى مستوى النتيجه دي ان احنا نكمل مجهودنا. ان شاء الله مواليد 2001 يعني شباب عندهم 17 18 سنة. صحيح. طيب في بقى عناصر مبشرة ان احنا نشوفها قريب في الفريق الاول، يمكن في السنين اللي فاتت كنا بنشوف احيانا بعض اللعيبة اللي بيتم تصعيدهم وهم لسه عندهم 18 سنة و17 سنة. يمكن الحمد لله، يمكن انا الفرقة بدأت ترد يعني معجب بعربي بدأت معانا 2001. يمكن حمزة حارس المرمى، حمزة علاء، يمكن بدأت تشاد، يمكن من احسن اللعيبه على مستوى العالم فعلا. يعني رقم 20 على العالم شايف دوت من احسن لعيبه، رجع النهارده وادى اداء عالي جدا. يمكن لعيبه كل القطاع، يمكن عندنا الحمد لله اكبر دليل في الانديه وفي الفريق الاول، يمكن النسبه الكبيره من قطاع الناشئين الفريق الاول 60% فوق لعيبه نادي الاهلي. قطاع الناشئين مليان بالمواهب، ان شاء الله ان شاء الله بنوعدكم كجماهير نادي الاهلي، بنوعد اللعيبه دي ان شاء الله بتخدم الفريق الاول اللي احنا بنشتغل عليه. يعني احنا كل شغلنا الفريق الاول، احنا بنحاول ان احنا نساعد اللعيبه دي ان هي تبقى لعيبه فريق اول تخدم النادي بتاعنا اللي احنا بنعشقه، واللي بنفرح يمكن ملايين من جماهير النادي الاهلي وجماهير الوطن العربي. بتمنى لهم يعني بتمنى انا ذهب للعيبه تصعد للفريق الاول. انا قلت ثلاث اربع لعيبه بس هم كلهم يعتبر على العالم. أكيد. طيب يعني حسمتوا لقب الدوري دوري الجمهورية قبل ما تخلص البطولة بأربع أسابيع كاملين، فلو سألتك خلال البطولة دي عن أصعب المواجهات اللي واجهها فريق شباب 2001. الحمد لله، بص يمكن الفرق كلها فاهمة السن دوت، في لعيبة طبعا في أندية كتير لعيبة على مستوى، يمكن الأندية اللي كانت قريبة مننا هي طلعة الجيش، يمكن هم في المركز الثاني بفارق 10 نقطة عندنا. يليهم المقاصة، بتروجيت، الزمالك، مقاولين اول، الزمالك، ام بي، هم الفرق دي يعتبر اللي كانت منافسة يعني على مستوى الفرق. كابتن احمد سراج المدير الفني لفريق الشباب 2001، نورتنا والف الف مبروك حصولكم على بطولة دوري الجمهورية.